السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي. أول ظهور للزوج يسرى، بنت رشيدة الراسي اللي خرجت وشرشمات أمها وما خلت فيها يا أخوتي غير اللي نسات. المهم هو جا كمل البقية وفي يد الكاس كما كيقولوا له. خرج وفضحهم في مرة أخوتي، وكيقول أن هادشي كله اللي دايرينه غير باش يديروا لبوز وبالعاني، ومتفقين بجوج بيهم على حسب باش يربحوا الفلوس. خليكم اخوتي على كل التفاصيل في الفيديو، غادي نحط لكم وتسمعوه اشنو اللي قال. المهم اخوتي، اللي غيمر بالصدفه كالعاده ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر والجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم، فضلا وليس امرا، باش تكبر العائله ديالنا. مرحبا والف مرحبا بكم تنضموا لنا حبابي. ما تنسونيش باللايك، الله يرحم لكم الوالدين والله يخلي لكم ما عزيز عليكم، راه داك اللايك ديالكم به كنزيد القدام. المهم اخوتي، كيف ما قلت لكم ان خرج كيهضر نسيب ديال رشيده الراسي، كيقول ان هي خرجت بهذاك الفيديو بالعاني باش تشد الفلوس وباش تطلع للمشاهده وباش تربح على ظهر الناس. هادشي كله غير على لوبوز. كذلك الحباب والحبابات كيقول انها هي بخيرها وخميرها، هي ما غاديش تحتاج باش تطلع المشاهده بهذه الفضيحه الكبرى وباش تخرج تحط بنتها في هذا المأزق، لان هي اصلا عندها المشاهده واصلا الفيديوهات ديالها كيضربوا لها من المليون الفوق، وما محتاجاش انها تقلب على لبز ولا تقلب على المشاهده ولا باش تطلع المشاهده بالفضيحه. هي فقط بغات تدير مشكل مع بنتها وتفضح راسها قدام المعارف ديالها والناس اللي كيعرفوها لا القريب ولا البعيد. فحشومه، كيقول حشومه عليها انها دير هاد العصيفه كلها غير باش تطلع زعما المشاهده. وايضا كيقول ان كاين بزاف ديال المشاهدين اللي تيقوا الام ديال يسرى اللي هي رشيده الراسي، تيقوها وتيقوا الدراما ديالها والكذوب ديالها، وكل شيء ناض كيدافع عليها وكيقول حشومه على يسرى انها تشرشم وتعاير امها وتطيح من القيمه ديال الام ديالها، وتقول لها انت ماشي الام ديالي، حتى لو كانت الجده ديالها اللي مربياها فهي كتبقى الام اللي حملت بها لمده 9 شهور وتوجعات عليها وولداتها وكذلك ومثال رضعاتها، وخا الام ديالها هي اللي رباتها، هي كانت مهلية فيها وما خلات ما دارت على حسابها، ودرت لها العرس وما العرس ديالها دارت لها أسطوري وما خلاتش من جهدها معها. الحباب والحبابات كيقول الله يهديهم والله ان شاء الله يصلح بيناتهم ويتصالحوا، فهو ما عجبوش الحال ان يقع هذا المشكل ما بين الزوجه ديالو والام ديالها. كيقول ان هادشي كيضر في الخاطر، وايضا نزل واحد الصوره قرانيه خوتي غادي نحطها لكم، وكيقول انك للناس كلهم ما تصدقوش السوشيال ميديا وما تطيقوش هذاك الشيء اللي كيتقال، فكل شيء كذوب وكل شيء غير تمثيل. من بعد ما قال هاد الصورة القرآنية كيقول ان كاين الفتنة، كاين بزاف ديال المشاكل.